نعم، أسعار النفط أصبحت في هذه الأيام معقدة وحساسة جدا. هناك عدة مخاوف في عدة مناطق في الشرق الأوسط وأيضا خليج المكسيك، لكن لن ترتفع كثيرا. الأسعار راح تصل إلى، مع هذه الأحداث الحالية، راح تصل بحد أقصى $80، ولكن إذا حصلت ضربات أخرى وزيادة الحدة الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، قد ترتفع إلى $90، ومن ثم تنخفض بعد أسبوع مثلا، وتبدأ أساسيات السوق من الطلب والعرض أن تأخذ مجالها من وانعدام التخوفات. لكن هذه مجرد توقعات حاليا. في العموم، متوسط أسعار النفط لهذا العام راح تكون فوق $80، هذا يعني من حسابات في مجالي. المتوسط حاليا لهذا الشهر أعلى من الشهر السابق، يعني $76 أسعار النفط لسلة أوبك. لذلك الأسعار السنوية ل 24 تكون فوق $80، وهذا في النطاق المقبول. طبعا إذا حدثت هناك مشاكل أكبر واضطرابات أكثر في مضيق هرمز، سترتفع الأسعار لمدة بسيطة إلى أن تزول هذه المخاوف، وأنا لا أعتقد حتكون هناك مخاوف جيوسياسية كبيرة، ربما تكون ل 3 4 أيام وينتهي مفعولها. ماذا عن ضعف الطلب من جانب الصين الذي يتوقع لها يستمر، يعني حتى رغم حزمة التحفيز الأخيرة التي أعلنت عنها الصين الشهر الماضي؟ نعم، هذا سيستمر، نعم، لكن هناك البديل. الهند مثلا وشرق دول شرق آسيا ارتفع فيها الطلب، وقليل في أفريقيا. سيرتفع الطلب هناك، لذلك نحن ننتظر اجتماع أوبك في ديسمبر، ربما ينتج عنه تمديد للتخفيضات أيضا، وأعتقد هذا هو المرجح للعام القادم. لذلك ستظل الزيادة في العرض يعني طفيفة، يعني الزيادة موجودة بسبب انخفاض الاستهلاك قليلا، وأيضا زيادة الإنتاج من دول خارج أوبك مثل البرازيل والصين وأمريكا. هذه الزيادات تخلق تخمة بسيطة في العرض، مما أدى إلى انخفاض الأسعار، لكن لن تؤثر كثيرا على متوسط أسعار السنة. إلى نهاية العام سيكون الطلب شبه مرتفع بسبب انخفاض الحرارة، وأيضا بسبب المخزونات المنخفضة في أمريكا وأوروبا وآسيا. لذلك سيكون النمو على الطلب في هذا العام قرابة 2 مليون دولار، 1 مليون برميل يوميا، يعني راح يصل إلى 103.7 مليون برميل يوميا، وهذا بنمو تقريبا 2 مليون. ربما العام القادم سيكون هناك نمو على الطلب أكثر. ماذا عن إمدادات الغاز؟ هل برأيك في حال التصعيد الجيوسياسي أكثر في المنطقة قد نشهد أي تأثر، أو إلى أي مدى قد نشهد تأثر لإمدادات الغاز، خاصة أنه عندنا قطر مثلا منتج رئيسي للغاز الطبيعي المسال في المنطقة؟ نعم، قطر ودولة الإمارات هم مصدرين للـ LNG، بالإضافة إلى هناك أيضا غازات أخرى مثل الـ LPG والكوندنسيت والنفثة. اضطرابات في إمدادات الغاز في الخليج العربي راح تؤثر على أسعار الغاز الطبيعي في دول العالم عالميا، لأنها تقريبا 20% من الإمدادات تخرج من الدولتين بالإضافة إلى دول أخرى. الإمدادات ستتأثر ولكن ستكون مؤقتا. إيران أيضا تصدر بعض الـ LPG إلى العالم، وهو نوع من الغاز المسال، ولا أعتقد حتكون هناك يعني مضرة لجيرانها. لن تلجأ يعني الحرب أو النزاعات الطفيفة أو ما نسميه بالعروض الكرنفالية بين الدولتين إلى أن يتم إغلاق أو اضطراب شديد لإمدادات، تكون اضطرابات بسيطة في رأيي.